نفذ عدد من عمال الحظائر اليوم وقفة احتجاجية أمام بتحاء محمد علي للتعبير عن رفضهم لفصل من الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، والذي يتمثل أساسا في إجبار من فاق سنهم 45 و55 سنة على مغادرة العمل والحصول على تعويض مالي. الاعتصام نتاعنا هذا متواصل، جانا من كامل الجمهورية نطالبوا في حقوق عمال الحظائر الزواولة هذه. اليوم عمال الحظائر اليوم حقوقهم تسرقت، حقوقهم معناتها اللي من 45 ونهار يقول له ما عندكش الحق في الانتداب، حتى ال 55 ما عندكش الانتداب. اليوم ال 20 مليون اللي يحكوا عليهم هذا يحب يقسموهم على خمسه دفعات على خمسه سنين، وهم راهم يكذبوا علينا. كنت على الفانتايا ما تمتعتش به، وليت على حظيرة من عام 6 عمري 36 ما تمتعتش به، عندي 3 بنوات 22 سنة و19 سنة 15 سنة، تو يقولوا لي خذي 20 مليون على 4 سنين، بجاه ربي واش تعمل؟ كيفاش باش نعمل؟ لا منايا ضوي مقصوص نستنى باش نترسم ونخلصوا، بالله هذا عدل؟ هذا حق؟ بعد 10 سنين خدمناها تحت الدولة التونسية بكل تفاني وإتقان. قمنا بواجبنا نحو الوطن ماهيش مزية من أول الثورة والكل اللي تفاجأنا به نهار 20 أكتوبر 2020، كونه هالدولة هذه ترمينا. نكملوا الاتفاقية متاع 2018، وانا عندي مساج نحب نوصله للرئيس الحكومة وللسيد اللي منحبش نذكر اسمه اللي في الاتحاد، نحب نقولوا له رانا ما احناش مروحين وحقنا واخذين، واللي باش تعدلوهولنا ماهوش مزية منكم، احنا توانسة، وكما خذيتوا البلاد همشتوها وفقرتونا وضيعتوا البلاد، القروض اللي خذيتوها، ثروات البلاد اللي خذيتوها، البلاد ما خليتوا فيها حتى شيء، احنا حقنا هيك، حقنا باش ناخذوه ما غير مزية، واحنا هوني حتى نموتوا. انا بلي ميساج نحب نوصله للحكومه والاتحاد الزوز مع بعضهم، كاين انتم تحبوا تدغفوا الفئه هذه نتاع الحظائر اللي عمرها يتراوح بين 45 و55 سنه، ابتعالة وقانون الوظيفه العموميه ما يسمحش بانتدابنا. احنا نقول لكم رانا فايقين بكم، احنا رانا نخدموا عنا 10 سنين وطالبين تسويه الوضعيه، ماناش طالبين انتداب باش تقول لي السن القانونيه راهي 45 سنه، فهمتني؟ وكما عملتوا مع الاليات الاخرى جماعه العفو التشريعي العام، وثم شكون منهم خدم مع مين ومن بعد وصل لتقاعد خرج، هذا كما يصيرش، عملتوا له قانون استثنائي.